شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام في أعمال الدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي الذي عقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقد حضر المنتدى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام بمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة. وقد شارك سعادة وزير شؤون الإعلام كمتحدث في الجلسة الرئيسية لأعمال المنتدى تحت عنوان الإعلام العربي التحولات والتأثير بمشاركة سعادة السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تناولت الجلسة عددا من المحاور الرئيسية من بينها تأثير التطور التكنولوجي على قطاع الإعلام إضافة إلى دور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في التمهيد لتحولات جذرية في مجال الإعلام ونشر المعلومات والأخبار والفرص العربية المنتظرة في هذا المجال. كيف أنا كمسؤول حكومي أنظر إلى قطاع الإعلام للتعامل معه من ناحية استراتيجية؟ أنا أنظر له كثلاث عناصر رئيسية. العنصر الأول بنية تحتية متطورة ومعدات متطورة، نتكلم عن إنترنت سريع، نتكلم عن استديوهات، نتكلم عن تقنيات حديثة، نتكلم عن رعاية المواهب والبيئة الحاضنة، نتكلم عن البيئة الاقتصادية والبيئة القانونية المرتبطة بالمجال الإعلامي وضرورة دعمها وتعزيزها لتنمية المواهب، وتكلم عن رسالة إعلامية مسؤولة ومؤثرة. هذه الثلاث عناصر إذا انتبهنا لهم من ناحية استراتيجية سيخدمنا في التعامل مع كل التحديات اللي ذكرتها. يعني على سبيل المثال اليوم في البحرين، ونفس ما تفضل الأستاذ كرم، تكلم عن مجتمع مغطى، يعني كل البحرين جغرافيا الآن مغطى بتقنية الفايف جي. الخطة أن في نهاية 2023 يكون عندنا الفايبر أوبتيك مرتبط ب 95% من البيوت الأسر و 100% بالنسبة للمؤسسات التجارية. نتكلم أيضا عن أن 99.7% من القاطنين في مملكة البحرين سواء كانوا يعني مواطنين أو مقيمين عندهم أجهزة مرتبطة بالإنترنت. أن الإنجازات اللي حققناها في مستوى الاتصال بالعالم من خلال تعزيز البنية التحتية، أن احنا ايضا نكون مستعدين للفرص والتحديات المرتبطه بهذا المجال. المنعطف القادم امامنا واللي يركز عليه هذا المنتدى يعني مشكورا هو منعطف الميتافيرس. تكلم عن مرحله تنبؤات كثيره، الشركات العالميه الكبيره تركز جميعها على الاستثمار، استثمار مبالغ كبيره في عالم الميتافيرس سواء كان واقع معزز اجمنتد رياليتي او واقع افتراضي. هل الان نحن مستعدين لخلق البنية التحتية والبيئة الحاضنة ورعاية ودعم المواهب التي بدت أنها تدخل في هذا المجال؟ أنا اللي يهمني أيضا أن نكون حاطين في اعتبارنا أن حتى سواء الآن في السوشيال ميديا أو لو يكون هناك عالم ميتافيرس له انتشار كبير في الوطن العربي، أن قيمنا تكون موجودة. وأكد في هذا المجال على الكلمة اللي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة في مؤتمر جدة للأمن والتنمية، لما ركز على ضرورة احترام خصوصية الشعوب وخصوصية الدول في قيمها وثقافتها وأخلاقياتها. يجب أن الإعلام العربي يحمل رسالة ولا يكون منصة لمشاريع تقوض هذا المفهوم. وطننا العربي وحدة بناء الرئيسية هي الدولة الوطنية. أي منصة تحاول التدخل في شؤون الدول وإثارة النعرات، سواء نحن نتكلم عن المؤسسات الإعلامية التقليدية أو وسائل الإعلامية التقليدية أو السوشيال ميديا أو حتى في المستقبل إذا كان في هناك تقنيات جديدة، في الأخير الرسالة الإعلامية يجب دائما أن تكون مسؤولة وتكون أيضا مؤثرة. فالمهم هو عدم تبني خطاب التطرف، عدم تبني خطابات تثير النعرات، وتبني الخطاب اللي يعزز الوحدة الوطنية في الدول ويدعم تنميتها واستقرارها، لأن هذا بيعود بالنفع على الجميع من حيث التنمية والاستقرار.